إذا وللحديث عن تأهل وفاق سطيف إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا يلتحق معنا عبر المباشر وعبر الهاتف رئيس النادي الهاوي لوفاق سطيف كمال اللافي. أهلا بك كمال. مساء الخير عصام، مساء الخير كل المستمعين الكرام. مساء الخير كمال اللافي، كما ينضم إلينا من تونس عبر تقنية سكايب الإعلامي بن صالح الياس. أهلا بك الياس. مرحبا بك، تحياتي لك ولكافة المشاهدين ولضيفك الكريم. شكرا الياس. دعني أبدأ معك كمال اللافي، بداية كيف كانت مباراة إياب الدور ربع نهائي لوفاق سطيف أمام الترجي التونسي، وكيف استطاع الوفاق أن يقلب الطاولة على منافس يملك خبرة كبيرة، خاصة وأنه يملك عاملي الأرض والجمهور اسمه الترجي التونسي؟ هي كانت مقابلة صعبة في نورمال، كارت فينال في نورمال. المقابلة تالالي هي ليست حمستنا لريزيتال، تالالي لحمستنا في ماتش ريتور، وكان عندنا حافز هو الجمهور. كان المقابلة بدون جمهور، وزيد كانت عندنا ثاني لاتوش نتاع المدرب الجديد نتاعنا، بنت البارح لاتوش نتاعو. الحمد لله وفقنا ربي وين استطعنا نتأهلوا نصف النهائي. كيفاش كان التحضير كمال الله في هذه المباراة، خاصة بعد نتيجة مباراة الإياب؟ كيف كان التحضير لهذه المباراة، خاصة وأن المأمورية لم تكن سهلة برادس أمام الترجي التونسي الذي لم يسبق له أن انهزم على ميدان رادس إلا في حالات نادرة، أظن منذ أو انهزم 3 مرات فقط على ميدانه في رابطة أبطال إفريقيا، مرتين على يد وفاق سطيف ومرة على يد الأهلي المصري. هي تحضيرات اولا كانت عاديه جدا، وان الفريق تنقل 3 ايام قبل المقابله، وما تنساش باللي تحضيرات كانت في موسم رمضان، راك تعرف تحضيرات في موسم رمضان وين الناس كل صايمه. غير نقول لك درنا حاجه سبيسيال للتحضيرات، نو شنو، انا نشكر اللاعبين اللي حضروا المقابله وكانوا رجال فوق الميدان، وهم مشكورين من موج لوردي برافو. فيما يخص الترجي، مو جو بونس كيزافي بوكو ليكسي دو كونفيونس. سمعتني ما اللي زاد حمستنا، راني نقول لك شوف الترجي احنا نعرفوه من بكري، كون جات مقابلة بالجمهور يا عصام كانت تبدل المعطيات كومبليتمون، باسكو كوني لا غاليري تاع الترجي. الحمد لله وفقنا ربي، احنا نشكر الله عز وجل. كمال الله في الحارس خضيرية بات يقدم مستويات كبيرة مع وفاق سطيف، وساهم بشكل كبير في بلوغ الوفاق نصف نهائي مصر في وراء عودة خضيرية بقوة في الآونة الأخيرة. خضيرية هنا سابروف، هنا تفهم باللي يا طرافاي كي شوي او نيفو ديكيب، سي نورمال رجع في المستوى نتاعو خضيرية من بكري وفي المستوى مش رجع. فاتنا توت ليكيب اللي فاتت في الباساج عبيد، مي خضيريه لا ترا توجور نيميرو ان في وفاق سطيف. وانا نزيد نقول لك هنا تفهم باللي كاين ان ترافاي كي شفيت الحمد لله. كان راجل مقابله في اللالي، وزاد مام البارح اللي فيه لونج يو ماتوشي في الريتور. انا نقول له من هذا المنبر نقول له يعطيك الصحه، بارك الله فيك.